السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط اندرويد بتقدم لكم في الفيديو ده اعادة ضبط المصنع للهاتف جي 7 2016، سواء كنت ناسي كلمة السر او النمط. تحذر يا جماعة، الطريقة دي هتقفل الجهاز على حساب جوجل. لو انت مش فاكر الحساب او ناسي كلمة السر، ان شاء الله هتلاقوا اسفل الفيديو رابط للفيديو تاني في طريقة تخطي حساب جوجل لنفس الجهاز. بنفصل الجهاز خالص، وبعدين بنضغط على زرار الهوم وزرار رفع الصوت وزرار الباور ثلاثة مع بعض. أول ما يظهر شعار سامسونج بنشيل إيدينا من على زرار الباور ونفضل ضاغطين على زرار الهوم وزرار رفع الصوت. هيظهر لنا شعار الأندرويد زي ما احنا شايفين في الفيديو، بنشيل إيدينا من على كل الزراير ونستنى لحظات. بتظهر لنا الشاشة ديت، بنختار منها ويب داتا فيكتور ريسيت، بننزل بزرار خفض الصوت، وبعدين بنختار الاختيار عن طريق زرار الباور، بننزل ونختار يس، وبعدين بنضغط على زرار الباور عشان نختار أول اختيار والجهاز يعمل إعادة تشغيل. تم عمل إعادة ضبط المصنع بنجاح. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اي استفسار او اي مشكلة طرق التواصل اسفل الفيديو.